للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد أحمد محمد الجاسم القائم بأعمال شعبة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للدفاع المدني. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما هو الهدف من هذه الخطوة؟ ما هي كذلك آليات العمل القادمة؟ يا مرحبا فيكم. طبعا الهدف من هذه الخطوة هي العمل على توجه مملكة البحرين في تطوير إجراءات العمل المؤسسي وتقديم أفضل الممارسات والخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك من ضمن رؤية جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه. وطبعا لا يخفى عليكم اليوم نظام المنصة الوطنية للشكاوى والمقترحات نظام تواصل أشهر من نار على العلم، وتتنافس في المؤسسات الحكومية في الانضمام لهذه المنصة لتقديم أفضل الخدمات وأفضل وتقديم أفضل المعايير في تقديم الخدمة، وحيث أن المواطن والمقيم في مملكة البحرين له الأولوية في تقديم هذه الخدمات والتميز بها، كونه هو اللبنة الأساسية في الاستدامة في مملكة البحرين. وما يخفى عليكم أن من ضمن معايير التميز في الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء هي أن تكون الجهة المقدمة للخدمة مدرجة في النظام التواصل، وأيضا تتيح هذه الخدمة للعملاء أن يقيمون ونقيس من خلاله رضا العملاء من ناحية التقييم للخدمات المقدمة، كانت بعدة معايير، كانت الموقع وسهولة الوصول له، الخدمات ذاتها، الموظفين في تقديمهم للخدمة. وأيضا من خلال هذا النظام نقدر أن احنا نتواصل بشكل مباشر مع المواطنين ونسمع مقترحاتهم وشكواهم اللي من الممكن أن تفيدنا في كإدارة عامة في تطوير الخدمات، وأيضا الاستمرارية في تقديم أفضل 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 الممارسات. بالنسبة إلى الآلية هي عبارة استقبال الشكوى أو المقترح وترحيل هذه الشكاوى إلى الإدارات المعنية بتقديم الخدمات، وأيضا للموظفين المختصين في الخدمات ذاتها، وذلك للرد عليهم بشكل سريع، ونأكد على الموظفين والقائمين على هذا النظام بالرد بشفافية واحترافية وبسرعة عالية، بحيث أنه يكون الرد واضح للعميل وكافي أن يكون الإجراءات المقدمة واضحة في هذا الرد. نعم، الرائد أحمد الجاسم القائم بأعمال شعبة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.